إلهام الذي يظهر أسفل الشاشة. إذن في ولاية بجاية تسجيل عشرات الإغماءات بعد غلق النفق بسبب حادث مرور خطير. طبعا الحادث أصيب فيه 3 أشخاص بجروح وصفت بالخفيفة، وحادثي مرور وقعا اليوم إذن داخل نفق بمدينة خراطة كما نتابع في هذه الصور، هلع وفزع وسط الحاضرين كما نتابع، وإعلان ربما طوارئ بعد هذا الحادث الخطير. سنوفيكم إذن بالجديد فيما يخص هذا الحادث مع الزملاء طبعا.